بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد وهو ابن عبد الله بن سامي بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وآيه عن أبي هريرة عن عائشة له زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله رسولك لا يدوح عن صداه صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، جبريل أيا كنت في جري، قال وحوده جري جبريل بسم الله بعد أن وزايده بسم الله مقع إلهي جبريك أياك عافنا ومن كل داء عذر كستنا يشفيك كعافنا ومن شر حاسد حاسد شرتي سنة إسغا كعافنا وكافنا إذا حسد مركو وحسده وشر كل ذي عين يمد كستا عين أصاحب وضدك إليستا شرتيس أساكا كافنا. قال الرحيم: حدثنا بشري بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن جبريل بات النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت نحن صنع؟ قال: وحر النبي عليه الصلاة والسلام نعم. قال وحوري بسم الله أرقيك وأنكو طفا من كل شيء شيء كسو يوديك كلبا مقع إلهي وأنكو طفا من شر كل نفس قف كستا شرتيس أو عين أما إلكست حاسد أو حاسدة الله يشفيك بسم الله أرقيك. قال رحمه الله: حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق إليسه ووحجر حق حقودة ووحجر الرنبان ما هنه ووحجر ودخل قيب كمذا وحي أي جعلستان أما وحي أي دبسدان هدي أي أيغان لباتي أوكيستان تدخل أردنا معها ودخل أن قيب كمده وأن أرن خاصة وأن أود قارة ودخل قيب كمده إليه وحي مرك أي جعلستان هدي سيدا أي أيغان وحي أي جعلستان لباتي سو قارة أما شيء في هبابا قف الدوية هدينتو حيوان الدوية هدينتو أما هجبو أما قفكي حنون صدا أما حمد هقبطو وأن تدخل قيب كمده وحي اللي بصدار نواسده وقاله. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وحجاج بن شاعر وأحمد بن خراشي قال عبد الله أخبرنا وقال أخراني حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحر العين حق إشوى وحجرة ولو كان شيء سابق القدر سابقني القدر هذه التنوين يا مين تنوين سن ياي ولا شو اضافي ولو كان شيء سابق القدر سابق القدر ميا فعل ماضي وخلي ميا ولو كان شيء هدو يا سابق القدر قدرت مثل الاقدمه سبقته العين مش كحق بدين لايت شيء هدو جري لها لا ترتما أو للك دم قدرت وكحوك بدنا إيش كحوك بدنا لايت وإذا استغسلتم نص ودقة هدي لإذن إرادو مريها يو كرك قيب كم إذا غفك يسوي سيسا دي لرا فقسلو هلا دقا هلا ما يرى حديث كامر كوحو موجنا إيش شيء جرينا يتأسيد عن تلماني لكن واحد قصته يحمد قصته وقفك كل عذاه ما هينو يرى هذا عين وإل واحد قصته هنا إل نقطة وقف قصاص نوته ميسا وصح معها واجرتا لكن الدون كعذر كامل لبا تدجرتا وإل خلية معها عذر ربنا وحمد لقى قادة جرى كوكا لو وقفك لبا تسوق أرسية جرى
لكن كل شيء وقف كل عاه إنه يرى وائل تهمة داسنا يكون جسته صح معه لكن إيش حقيقة هن ووحجرة دواينا لا هذا يعود ربضنا ولا داوينا إذا كان بضن هل الدواية دي اللي يراده ساد راد قف قفك مركو عيونه كده ذاله أذكر تأخر السشدة إذا يحرز يقع إنه قفك كده ذاله أو إلهي وطلع صارته ماشاء الله مركو إذا استغسلتم فاغسلوا نبي عليه عليه الصلاة والسلام غفت دي وكيراد ورنيا وحانتهما إن إلا إيه كا قارتي وإيش هذا إيسو قارتي ورماني غا وحي ليستا ماني غا سيدا يالا وحبها ديه وفك والالك وحوك عافي ماذا دادون تار نغنينة والله سميع دي مرك إيه ويسيسو وكيراد ويسيسو وحدي با دي كوكا هاي سمالا سيغن عافي ماذا يطاهي هدي لكن دي دولي يسبحوكا هاينا وفك هبلها بل إيه قارتي وعكس الله سمعين عافي ما دين مايو هاي والبائل انت ايقا قارتي او اشي سي ايقود عادي بوها دنوحو دي دينو اوه اشيستو مركو وحو هستالة بجناينا كاكشي مركو هرانو ايلاي ستي مركو دمينا اوه اشيستو واد دي دي هدي ايدون تنا وحجر معا اصلا قال الرحمن الحدثنا ابو كريم قال حدثنا من نمير عن هشام عن ابي عن عائشة قال وعتري سحر رسول الله رسول كلا وحى سحره صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني رزيق من يهود بني زريق يقال له نينك وحى لديه جلبيد ابن الأعصم أي لديه جري قال ذو حيتري حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه وحوها يخيل إليه إن أملي أؤمده أنه يفعل شيئا إنه حقبنها وما يفعل وحنا مقبنا يو خول إنه قبنا يوسم على يهوشين قبنا ما يو حتى إذا كان ذات يوم مركي مالي لقاري نبي عليه الصلاة والسلام مركي جركيسا سحر قوى أصامينا سيد عرضة قلب أصامي نبي قوى قرنضي عليه الصلاة والسلام دقال في أحد نبي عليه الصلاة والسلام باتيلا دخري وجيسا لباتيلا لقارسيي ويلكي سميد كميده ناوعا وشو قاري taas marka nabigu (alayhi salaatu wasalaam) bashar ku la mid yahay laakiin wixii waxyi ku saabsan wax saameyn kara ma jiraan sixirna ma saameyn karo shay kalena ma saameyn karo ilaaha ilaaliyay xagga ilaahay buu ka ilaashan yahay dacaa rasuulullah rasuulkiisa wuxuu ducaystay (alayhi salaatu wasalaam) thumma dacaa waa ducaystay thumma qaal wuxuu riyaa caaisha caaishoy أشعرت ما أختي أن الله الله أفتاني إنه يقصو جوابي فيما استفتيته فيه وحي إلهي أن ورصدي إنه يقصو جوابي ما أختي جاني رجلان لبن بايمت مالك لبن إن ما هنوى لبن ملك لكن لبن شخصي أي سيقصو لي فقعد أحدهما من باوحو فريست عند رأسي ماذا حيقا أكتسا والآخر كان كلان عند رجلي لبدي ذا اللغات أكتوض أيو فريستي فقال الذي عند رأسي مثلي ماذا حيك أكتي سفديبا وحكر للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي أما مثلي لبضل وأكتوض فريا وحكر عند رأسي المهم مثل هذا القبل عبي باشك كجراه لكن مثلي باكيك الوحكير ما وجع الرجل غفك أن حنونك هاي محوي هاي قال كيك الوحر مطبوب والله سحري قال وحر من ضبه او يا سحري قال لبيد ابن الاعصام اي يا سحري قال وحر في اي شيء ومحوق سحري قال وحر في مشط ومشاطه وحوق سحري شنلا مشط وشنلا ومشاطتنا وتنتقف مرك او شنلايستو شنلا كراعده او كغوغودا وشنلا كدغن اي مشاطه ليرا وتنتس مرك قال وحيري في مشط ومشاطة قال وحيري وجف طلعة ذكر جيت مرات ولبأه في ديسا ذكر ولب طلعنا وفيدا مركة جيت مرات ولبأه في ديسا في داس ويلكا أما سحنكا أي كفر بسوء أو سيدي سحنكا أما باغوليك أو كلاعة أي جوف اللي رادا انت أسبو مركز كدري وحنا وكو أخري وحنا وكو أفوفي
ملاح شياطين أو كاشذي مركب جوفي يعني وافديها وبحفدي جيسا خاصة قالوا حرف أين هو هذا وحص حقيقي لبيد من العصر قالوا حرف بئر ذي أروان عالكاس أيو انتو قاضي بو سلكي سديغي قالوا اعترفاتها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وطغى عالكاس في أناس من أصحابه أيضا صحابة قار كميدو إلا صعدا ثم قالوا حريا عائشة والله لك أن ما أهبيه إذا نقاعة الحناء حنها بيها حنو أيضا ملايسا حنها وليقانا إلانكا وحد مودا جيتك حنها يعني علينتا حنها بيه الغد حريدي سو اسمه بدلانو عصان من نغضان قدود سو من نغضان مركب بيه حنا الغد حداري سيدا ايو اقيهين وقدودين يهين ايا عيلك بيه سو قدودين يهين ومحيلا قدودين يهين واشر يبلايو يخبثي يسعر كاس يبلايو داس الغد حريدي ولا وحيري ولا كأن نخلها قيدها هريره سكويا الله رؤوس الشياطين وحد مودا شياطين تمدحية دودا سيدا قيدها سيوفو الحنيه وانا قيد تمرات عالك اكتي سكويا الله معنى هذا مركب واحد تهي قفكي كلية مصامين اي حتى بي ادي ادو ويد ماشي سحر خلا بيغي بيه عالك يقيد تمرات ويحنا واسامي شرطا ننكا سكو جستا يعني خبتي لكو جراء قال وعدر فقلت يا رسول الله أفلا أحرقته ومحد قبي ويسي عيال قيد يده وحدا محد قبي ويسي أما هذه كلين لولا جيده شان الذي يسحر كي وعيال قوستي سيي لي محد انت أوصل بحد قبي ويسي قال وحر لا ما يقبي ما يو أما أنا أني قمي فقد عافاني الله إلهي باي عافيي وكرهت وحانا نعي أن أثير على الناس شرا dadka ina shar ku kiciyo dareen dadku eesan qabin iyo fojignaan dadku eesan qabin iyo cabsi eesan qabin inay magaalada gasho ayaan diidaa hoyre fa amartu biha waxaan amray in la aaso fadufinatu al aasi sasuurnagu alayhi salaatu wasalaam marka dadka bulshada ah qalqal gelin iyo cabsi gelinta sunnabigu diidaa alayhi salaatu wasalaam قال رحمه الله حدثنا أو قريب قال حدثنا أبو سام قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة قال وحيت رسوح إلى رسول الله رسول خلاه وعلى السحر عليه الصلاة والسلام وساق أبو قريب الحديث بقصة نعم عديت من نمير وقال في وحر فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل أغاره إذا تمر هذا كبحا وقال وحيت قلت يا رسول الله فأخرجه صابحه ولم يقول أفلا أحرقت ومدهين أو محادثة بحين ويسي ساس في رسالة ولم يذكر مشيئين فأمرت بها فدفنت موسى شيئين أحاديث غار نوحي شيئا النبي عليه الصلاة والسلام من معوذتين كالغو أخذي مركي لسوى بحيي كبعد قل أعوذ برب الناس يقول أعوذ برب الفلق إن لغو أخذي كذبنا النبي عافي ماذا عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب بن الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعب عن هشام بن زيد عن انس ان امراه يهوديه اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة وحيوك انت ري مسمومه لصوصمي قرب ايوك انت النبي قرب وجعل عليه الصلاه والسلام وانا سميسين ياي فاكل منها النبي وعن عليه الصلاه والسلام فجيء بها إسلانتي بالكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك نبقى ويدي هلبك أيك أنت مصر ما يسنع قالت وحيتر ها قالت وحيتر أم حسد أو ياش فسألها عن ذلك قالت وحيتر أردت لي أقتلك إنهم كدي لها ربي مرك يهود وحيس النبي كدين عليه الصلاة والسلام ملها واسحرين سمت أصواسيين سوق مال فردي دغ خني كو سو ريدان واي دلان وا دمعين واخ والبا ساسيتان النبي عليه الصلاه والسلام يشي سو كل جري مغالده مدينه الا سمان غليو مغالده لو دفاع دو ددك عينكا مركا ما مدنا ان جزيره العرب اي دكن هذا ما يسر مدنا سا دلاد النبي و خو كدردار من جزيره العرب ان لغا رارو اخبث الناس واي ددك ولي تا
سادر هذه القرآن كو إن بدن أو كم إذا أنتو كشيكي أمد بنو إسرائيل قرآن كو أمد كالوغا مشاكي أمدها وقرآن كو كشيكي وأمد أغو بدن على ديه كرا نعمة الله أغالي أبالك أغالي بدبادين تي لسو بدبادي كميسي فرعون يعني من خي قبدين تي لسو بدبادي يواجه دم سيد أغو أبال قده يسيد عياله أنبياء ترى ذا بدنا ولا قصو سعر جرا قار كم إذا يقال لاي يقال دلي مركب حال ده كرا وما ذا عالم كنا لو أمد أقول لي ذاته الله ده كرا خب ثقة إن بدن أو عالم كديباتو إنك كذا عن أيقال بلي يقال وجدد مركب فساد ودين كلية معها دين إني فسادين كلية معها وعدد سكجع لدون كنو رب مدون فاسك جعلين ودد كل اداء ولا بابا عذر دباتوين شر صن بلاي وحكى له كما شقايا وحكى لنا لما يقان قال وحسرت وحان دون اللي يقتلك الى قد القار وحر ما كان الله الهي ما هان ليسلطك على ذاك ارنكاس انه كودايو الهي ما هان يعني الهي كوداي ما سيداس لو غلان مايا أو قال وحر ليسلطك علي إن هذا نجي دشو إلهي كو أقران مايو قال وحر قال وحر أن ألا نقتلها وهوين إذا رسول خلا يوم يدلنا قال نبو وحر لا مايا سكدا يوريان يعني لدلنا فرع لك قال إذا دبان قال وحر يري ننك ليرادو أنس فما زلت أعرفها سمتاس ما آنن دين إن أنك أرك جري في لهوات رسول الله رسولك الله عليه الصلاة والسلام دل قديسة وكم قنجرت دعوة عائي قرسي قال رحمه الله حدثنا أروي بن عبد الله قال حدثنا روحي بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت الشام بن زيد سمعت أنس بن مالك يحدث أن يهودية جعلت سما صنبي وحي قدرت في لحم ثم أتت به وحيوك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعوي حديث خالدين قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير واللفظ له حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت وحي تري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان وفنا غم إذا دون غحن صدم مسحه بيمينه مذكته أي نبي عليه الصلاة والسلام كسلاح جري ماشى وكحن سنة ومرمرين جري يعني ثم قال وحلي جري أذهب البأس إله عذرك كقات رب الناس واشفي إله عافي أنت الشافي هذه أوكلية يا عافي كرا لا شفاء عافي ما مجر إلا شفاؤك عافي أنت هذا أنا هين شفاء إله وحد عافي سا عافي مات لا يغادر سقما عذرك وحبأ كريب وعذرك ونكك حياة فلما مرض رسول الله رسولك أمرك حنون صدي عليه الصلاة والسلام وثقل أعسل هذا وحنون كسو سيبتي أخذت بيده كعنتي سايان صواق هذا لأصنع به سيان قسم أيه نحو ما كان يصنع أي بنا نغسون يلي جرع نبي عليه الصلاة والسلام فانتزع يده كعنتي سي أيقرف صدي من يدي كعنتي ذا ثم قال وحر اللهم اغفر لي وجعلني مع الرفيق الأعلى إله يدم دافو يقد بقي رفيقي يا صاحب ذي سارع يقد بقي قال وعتر فذهبت أنظر وحن دمعينا نيغو فإذا هو قد قضى مثل النبي قير يوذي عليه الصلاة والسلام قال الرحيم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يشيب بن حوى حدثنا أبو بكر بن يشيب أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية حوى حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد جعفر حوى حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدين كلاهما عن شعبة لبدو ذا شعبة اي كوريين مرق كلاهما يا لولجي ذا محمد بن جعفر يوه ابن ابي عدين كلاهما عن شعبة شعبة يولس من ياي ابو معاوية يولس من ياي حوى حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن سفيان سفيان يلسي من ياي شعبية أبو معاوية كل هؤلاء سد حذاسبة عن الأعمشي كوريا بإسناد جرير جرير بيلسي من يهين وسنة كهور نوغو جري في حديثه شيم وحاكو جرته شعبة مسحه بيده
قال وحير وفي حديث الثوري حديث كثوري وحاك جري نينك اللي قال وإمام مسلم قال وحير وفي حديث الثوري مسحه بيمينه وقال في وقال ثوري وحير في عقب حديث يحيى عن سفيان عن الأعمش قال مسلم وحير وفي حديث الثوري مسحه بيمينه وقال وحير في عقب حديث يحيى حديث كيحيى آخر قصة مسلم وإيه حديث كيحيى بن يحيى وكورنا يي عن سفيان عن الأعمش وحاجين قصة مرني يحيى يحيى بن يحيى معنا ويحيى القطان وسيدة سوايه وقال مسلم وحر في عقب حديث يحيى عن سفيان عن الأعمش قال وحر الأعمش فحدثت به منصورا منصور ابن المعتمر بن حديث خوشيغو فحدثني وحر يغشي عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة بنحوي أسوأ قالوا يغشي قال رحمه الله حدثنا شيبان مفروق قال حدثنا أبو عوان عن مسروق عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول وحر يجر أذه بالبأس رب الناس إيش فيه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يقدر سقما قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن مسرور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قال وتر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض يدعو له وسود عينا قال وحده جر أذه بالباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يقدر سقما وفي رواية أبي بكر فدعا له نبي دعينا وقال وحر أنت الشافي هذا مع صامرنا واشفي أنت كلية سقوا أنت الشافي قال رحمه الله حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم ومسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة قال وعيت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوان وجرير قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم ولفظ لأبي كريم قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي نبي وتفجر بهذه الرقية طفتان أذهب الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له عذرك إذ قاذك ارتمجرت إلا أنت ذي غمائه قال رحمه الله حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو سامح وحدثنا اسحاق ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام بهذا السناد مثله قال رحمه الله حدثنا سريج بن يونس ويحيى بن ايوب قال حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض احد من اهله نفث عليه النبي وحكته في جري بالمعوذات قل اعوذ برب الناس برب الفلق قل هو الله فلما مرض مركو حنوس مرضه الذي مات فيه جعلت حملا انفث عليه ان كتفا وامسحه بيد نفسه كعنتي سنه انكرك عمر مرنا لانها كانت اعظم بركه من يدي محيا النبي كعنتيسو عليه الصلاه والسلام كعنتي اذا يداك بركه بدن وفي روايه يحيى بن ايوب بالمعوذات صامر صامع المجلين بمعوذات ويري قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه نفتس وحكوها خنجرة دوحا ونصد بالمعوذات وينفث وأنا كنت فجر النبي عليه الصلاة والسلام معنى هذا مركب حيتاي نبي عليه الصلاة والسلام كعنت سيونتو سواقا هذا وقل عبد برب الناس برب الفلق توكو آخريو oo ku tufo iyo kadibna nabiga korka meeshii xanuunsan iyo korku iska marmarin jiray falamma ishtada wajahu xanuunkiisii markuu batay kuntu aqra'u calayhi ana ku akhrin jiray waamsaxu canhu biyadii gacantiisa ayaana u marmarin jiray rajaa barakatihaa anoo rajayna nabiga calayhi salatu wasalaam gacantiisa barakadeeda marka intay gacantiisa soo qaado oo ku tufto ayay deetana korka nabiga u marmarin calayhi salatu wasalaam قال رحمه الله حدثنا ابو طاهر وحرمله قال اخبرنا ابن ابي قال اخبرني يونس حوى حدثنا عبد بن محمد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر حوى حدثني محمد بن عبد الله بن وائل قال حدثنا الرحمن حوى حدثنا عقبه بن مكرم واحمد بن عثمان النوفلي
قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني زياد كلهم عن ابن شهاب بإسناد مالك نحو حديثه وليس في حديث أحد منهم كمجر رجاء بركتها إلا في حديث مالك. وفي حديث يونس وزياد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه سكت كتب جر بالمعوذات ومسح عنه بيده كعنتنا واسم المرين جر النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر الشيبة قال حدثنا علي المسلم عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أسود بن يزيد قال وعلي سألت عائشة عن الرقية عائشة وحويتي طفتا قال وعلي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمة. نبي قيس وأنصاره يوحو وقال هذه من أي طفتا أي أديك سدان والله قطفه من كل ذي حمة ميم تمشدنا حمة هذه حمة حمة وصمتها لقيادة مسك يدوق الله يوحي بها لم يتكا يا حمى ليرادا بها لذا نوع عاسي هلقيدا سقفك اي قنينا انا يسجد طفا يونبي قوك الله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا يحمي يحيى قال اخبرنا شيء من عن مغير عن ابراهيم عن عائشة قال وعد الرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من الحمى. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن شيبة زهير بن حرب بن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد ربي بن سعيد عن عمرة وياي عبد ربي بن سعيد حن أمرين إن ولد الشيء سفيان إن ولد الشيء سفيان الثوري عن عبد ربي بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلهي كان إذا اشتكى الإنسان قفكها دوحا نصده الشيء منه قيب جركي سكمدا هديئه حنصده وياه إذا اشتكى دوحا نصده الإنسان إنسان كشيء منه قيب جلك سكمدا أو كانت به قرحة أما النبي كصباح وكيا له أو جرح أما داوع. قال النبي نبي وحولي جري عليه الصلاة والسلام بأصبعي هكذا فرتي سيدو الكساري جري ووضع سفيان سبابته بالأرض مرخ قال ذي أي سفيان وشيغا هو فرتاس مرخصتدا هيدو الكساري ثم رفعها قرب وصقاضه ديتنا وكتفه وحوير بسم الله تربة أرضنا للكين عرديسا برقة بعضنا قال أنك نجم إذا تفتو ذا ليشفى به سقيمنا سي لغو عافيه مثل أنك نجحنوسا بإذن ربنا ربي إذن تسيك حسلي. قال ابن أبي شيبة وحر يشفى وقال زهير ليشفى سقيمنا مركا دي يشفى لإرادنا خبر كإذا خليقه هو تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا مثل نجاح موسى يلوعى في الضانة. قال رحمه حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريم إسحاق إبراهيم قال إسحاق برنا وقال أبو بكر وأبو كريم واللفظ لهما حدثنا محمد بشري عن مسعر مسعر بن كدام قال حدثنا معبد بن خالد عن ابن شداد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين نبي وحو فرع عائشة إشا إن أي أذيك ستطفت أي أذيك ستطفت تصو نبي أمر عليه الصلاة والسلام تصو كل التلي هدي قف إلا يقول عضا الله إلا يستو إن معوذاتك إيو رقية إيو الله هذه. قال رحمه حدثنا محمد عبد الله بن مبارك قال حدثنا ابي قال حدثنا مسعر بهذا السند مثله قال رحمه حدثنا ابن مبارك قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشه قال وعد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرني ان استرقي من العين اشا ان انطف الرات سدو صلى النبي امر جرى عليه الصلاه والسلام. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه عن عاصم الأحول عن يوسف بن عبد الله عن أنس بن مالك في الرقى قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحو أقل هذه في الحمة صنت أهل قيادة إن ليس قطفا والنملة كصوب حيادة يو العين إيش أنت ونبي وحو أقل هذه
إن لا يستغطفه أو رقية لا استعماله وحيابها صورنا رقية لا استعماله. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن الشيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان حوى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا حسانون وهو ابن صالح كلاهما عن عاصم عن يوسف بن عبد الله عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة وفي حديث سفيان يوسف بن عبد الله بن الحارث ويا هي هو ابتريه لكن يوسف بن عبد الله كلي يا يري مركا وحير نك لي رادو حسن بن صالح يوسف بن عبد الله بشير. قال رحمه حدثنا ابو الربيع سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عروه بن الزبير عن زينب بنت ام سلمه عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجاريه في بيت ام سلمه قبر ومسلمة قلوا جوكت زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأى بوجه وجه وقاركي صفعة مذو وجه مذو بوقاركي فقال نوحر بها نظرة قبرداس إلبا كارتي ولا إلستي فاسترقوا لها وحد الرادسان قفق تفتح له راديو يعني نبي وحول جيدا بوجهها وجه غيره وحول جيدا صفرة أيو كواركي مرتا صفرة طبعا واحد مغت مذو ومذو ومذو عادي غينو سنهاي لكن حواغا عصان يهرود إنه وحكو جيرين وجه غيره ودار صامي ماذا بكيس أسألك واكا دار صامي قصو نبي وحويري قبرنا إلبا كود عذية رقيها الوحر هذه. قال الرحيم حدثني عقبة بن مكرم العمي وياهي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال وأخبرني أبو الزبير أن سمع جابر بن عبد الله يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية قال هذا غير خوحه وقال هذه أبي السادة هديقني أنتو إني اسكت فاه وقال لأسماء بنت عميس أسماء بنت عميس وكير النبي عليه الصلاة والسلام ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة محان أركا ولالكي إلمه سجركوذ إنو عاتيه هاي محي عاتليهين تصيبهم الحاجة باهم يا هايسا مقاجة هايسا. قال وحيت لله ما ولكن العين تسرع إليهم لكن إشا أي سورة ستاء ما لها عددك إيش سوكا لراتي وقت هاي إيش أي أسو دك دك تأو دك إيشو دك دعلا. قال وحر أرقيهم نوح يري خطف طف أسرادي قال وعد ارفع عرضت عليه نبي قوان تسي عليه الصلاة والسلام وحا عن ربينا قطفه وانكو أخري أيام تسيه قال وحر أرقيهم خطف مركوا في عنته. أسماء بنت عميس واجه روحا قبي جرى جعفر بن أبي طالب غزوة مؤتة واتيو قل انتي رضي الله عنه مركا ما لي أرى أجسام بني أخي ولالكي عرورتي أود علي جركو ذمحو عاتليه وحو أوليه هاي أدواء المعذير جعفر قول هذا الشيء علي ولد الشيء علي نبي ونوى المعذير مركو واجه هورا أسماء بنت عميس جعفر باقبي جري واجه دم مركو قد انتينا ويسو قرستي وانا صامرني. قال الرحمن وعدتني محمد حاتم قال عدتنا روح ابنه عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أرخص النبي نبي وحوه رخصي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني عمرو. وقال أبو الزبير وحوه سمعت جابر بن عبد الله يقول لدغت رجلا منا نن أنا نغم ذها وحا قنيني أقرب هران توقع الله يا قنيني ونحن جلوس مع رسول الله نقول لجوبنا عليه الصلاة والسلام فقال الرجل نبو حر يا رسول الله أرقي مكتفا. قال نبو حر من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل قفكي وللكي وحطري كراهي وحوطر معنى يذو وأكتف. قال رحمه حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا مجرج بأسناد مثله غير أنه قال فقال رجل من القوم أرقيه يا رسول الله سوق لا يوم وقطفا
ولم يقل أرقي. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو سعيد الأشج، قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: وحري كان لي خال وحي جوغي أبتي يرقي من العقرب ودبق الله عنها رانكا ضدك وقنين وقطفة. فنهى رسول الله رسولك لأورهب عليه الصلاة والسلام عن الرقى طفت واجه رواء أورهب الرقية واجه رنبي أورهب عليه الصلاة والسلام. قال وحوير جابر: فأتاه نبي يبوي من الكاسي فقال: يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب. فقال النبي: وحوير من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رقية واجه رواء أورهب dadku waagii hore qofku waxa rabaan isaga tufi jireen shayaatiin iyo jin iyo waxan magacyadooda la aqoon iyo waxaan baad dadka la isaga tufi jiray dad saas ku shaqaysteen waa jiri jireen. Nabigu markii hore waa reebay wax ruqyo la yiraahdo uu diiday nabigu calayhi salaatu wasalaam. Laakiin waagii dambe dadkii markii islaamnimadoodii ay soo xoogaysatay oo waxa la ogol yahay iyo waxa kale dadku ay kala fahmeen nabigu ruqyada sharciga waa ogolaaday, midda kalena sideedii mamnuuc u tahay. Qaala raximu cadadana cuhmaan ibn shaybata qaala cadadana jarir calaa cawsh bi asnaad mithl qaala raximu cadadana abu kuraybin qaala xadadana abu mucaawiya qaala xadadana al-acmash can abi sufyaan can jaabirin qaala naha rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam can ruqa fajaa'a aalu camri ibni xazmi ilaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam faqaaluu yaa rasuul allah innahu kaanat cindana ruqyatun نرقي بها من العقرب أنجا وحن نقين رقيه هران كقفك وقنين عن كتفنا وإنك نهيت عن الرقى قال فعرضوها عليه نبي واتسان فقي ذي قالوا حر ما أرى بأسا وحد بيجا ما مغضه من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. قال رحمه الله: حدثنا أبو طاهر قال أخبرنا النوابي قال أخبرنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك محض أركتا؟ قالوا: اعرضوا علي رقاكم بل تصى. اعرضوا علي رقاكم تفتين بل تصى. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ودوس شرك كجرين شياطين جن بلايئ يدن لو عني وحده ما قال رحمه حدثنا يحيى بن تميم قال اخبرنا هشيم عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري ان الناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا وحصمرا بحي من احياء العرب وحصمرا قبيل كمذا قبائش عربات فاستضافوهم وحكعت صدان اني مرتي قليانو فلم يضيفوهم وديدين اني مرتي صارا فقالوا لهم حيقوا يرادين هل فيكم راق قف طفت يقانا ما إذن كجرا فإن سيد الحي قبيل كميشا عندك أن أذيقه دي لديق ولا قنيني مسبا قنيني أو مصاب أما هديك لا ولا قنيني وأسكم مدعون. فقال رجل منهم سحابة نينك من ذوحر نعمها فأتاه نمتبوتك فرقاه بفاتحة الكتاب فاتحة ذيك وآخرية فبرأ الرجل نينكي هو عافي ماذي فأعطي نينكي وحل سوسي قطيعا من غنم حين أرئة يا لسوسي فأبا أود أن يقبلها إنه قدومه وأودي وقال وحر حتى ذكر ذلك لا أنشيك للنبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي نبي يمد عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك له فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب فاتحة الكتاب ما هو آخره فتبسم نبي وادول عد وقال وحر وما أدراك أنها الرقية فاتحظوا إنه تفتاي محاك أغيسي يعني وفقيو أدو قيمة بضن. ثم قال النبي وحر عليه الصلاة والسلام خذوا منهم حولها كسوة كحيسة واضربوا لي بسهم معكم أني أنا مركات قيب سنة قيبتها اللي يقدروا سي أي سنقدري من النبي عليه الصلاة والسلام كراهه يحوغا وحكا دريمه أي كلي عنسينا مر هدو يراد أن يغن حساب تالي يقدره نبي قلنا هدوال لوكي ينسنعونين حلال طيبة وحانا هي مر كسي قلب قود وقدقه وحنا نحساب تالي يقدره مر كحديث وحو فايدينا نقفك مر كوحنون سنية هاي وخرقية اللغة طفا وحا أغم مهم سما فاتحة
أهم شيء وفاتحة الكتاب. قال الرحمن حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع كلاهما عن غندر محمد جعفر عن شعبة عن أبي بشر بهذا السناد. وقال في الحديث يعرف جعل يقرأ ووحى بالأمين وآخر أم القرآن ويجمع بزاقه عن دفتي سنة ويسجيه ويطفل وقطفه فبر الرجل نيشي وعفي ماذا طبعا مفتي بو ماشي كسر صاري تؤروري بو ماشي كسر صاري وقطفي وكبو ذني. قال الرحمن حدثنا أبو بكر من الشيخ قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال وحر نزلنا منزلا بالبان دقني فأتتنا امرأة نوين إبان واتم فقال وعتر إن سيد الحي سليم إنك ولا قنيني لديقة ولا قنيني فهل فيكم من راق أفتفتي قنامين كجرا. فقام معها رجل منا ننقم ذا إسلام ترعوه ما كنا نظنه يحسن رقية أنم بوملينين إنه تفتي قانو فرقاه بفاتحة الكتاب فاتحة الكتاب يوقطفي فبرأ منك وعاف ما ضاف فأعطوه وحيسيا فأعطوه ويقرأ فأعطوه ساس رواية فأعطوه فعل رواية فأعطوه وحيسيا غنما أريفيسيا وسقونا وحينا ورابيا لبنا عاننا ونسيا فقلنا وحان لهنا منك أكنت تحسن رقية ونيو نكوا كعاف ماذا تفتمية تقيني. قال وحر ما رقيت إلا بفاتحة الكتافات وحانا بكم آخرين وجيرين. قال وحر فقلت وحانيري لا تحركوا هذا قاجننا حتى نأتي النبي نبي إلى أتقن عليه الصلاة والسلام. فأتينا النبي نبي أتقن عليه الصلاة والسلام فذكرنا ذلك لوري في بنو شغني. فقال النبي وحر ما كان يدريه أنها الرقية فاتحته إني تفتهي محا أغيسي يا أشعري اقسموا ناقبي حالا واضربوا لي بسهم معكم اني انا حسابتي قدر قيبت اذا ليسي. قال الرحمن حدثني محمد مثنى قال عدنا وهب بن جرير قال عدنا هشام باسناد نحوه غير انه قال فقام معها رجل من بيسا ومن ان ما كنا نأبنه ان نكو اغين برقيه تفبان ان نكو اغين. قال رحمه الله حدثنا ابو طاهر وحرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن ابي قال اخبرنا يونس عن ابن الشامي قال اخبرنا نافع بن جبير المطعم عن عثمان بن ابي العاص الثقفي انه شكى الى رسول الله سوك لابو عبتي عليه الصلاه والسلام وجعا حنون يجد في جسده جرك وكدريما منذ اسلم لقى صوب الله وهو اسلامي. فقال له رسول الله وحكر عليه الصلاه والسلام ضع يدك قعنت سار على الذي تالم هلكك حنونه ومن جسدك جركاغا ماشي حنونك تقدر ايمي كعنت صار ويا وقل وحتر هذا بسم الله ثلاثا بسم الله سدح مركوع العلي وانت كعنت هذا بسم الله كو اخر ذو ماشي صار وقل سبع مرات انت ضبجرنا وحتر هذا اعوذ بالله روايه قال محمد اعوذ بعزه الله ان اساس كجرتين أعوذ بالله وقدرته الله يا وديسا من شر ما أجد وحن كم جنجلا حنون كهدا أن دريما يعذر كهدا يهاي وحاضر إنك كان كبقى إذا بعتد أن كعب سنة إلا بأن كم جنجلا سير هذا مركز عن تنتو سيدا يرى هذا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاضر وقطفها سعارة أنا قطفها سعارة أقطفها سعارة أنا تريو تضبط جار يا الله جرها. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا عبد الله عن سعيد الجريري عن ابي العلاء ان عثمان بن ابي العاص اتى النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يعني صلاته ايونا دحك علي وقراءتي قراءتي اذا يلبسها علي ويسقى قصا وفاتح هذا مركان اخر ما غبا وحليه صواب بالله ما هذا نخرنين فصوليه. فقال رسول الله وحر عليه الصلاة والسلام ذاك الشيطان وشيطان يقال له خنزب خنزب بالي هذا خنزب خنزب لهذا. فإذا أحسسته مركا درانته فتعود بالله منه إليك ما ينقل واطفل على يسارك ثلاثا بذحذاذا نسد حجار وطفوه لكن وطف عن رفلاه وهو كليئة.
قال وعرف فعلت ذلك سيدي بان يلو فأذهبه الله عني شيطان كي لها بأيك حي وسواسكي لا بأيك حي. قال الرحيم حدثنا محمد مصنع قال حدثنا سالم بن محا حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو سامة كلاهما عن الجريري عن أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي نبي قيمد عليه الصلاة والسلام فذكر بمثله ولم يذكر في حديثه في حديث سالم بن نوح ثلاثا مشيين. قال رحمه الله حدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن سعيد الجريري قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن ابي العاص الثقفي قال قلت يا رسول الله ثم ذكر بمثل حديثهم. قال رحمه الله حدثنا هارون المعروف ابو طاهر واحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن واب قال اخبرني عمرو وهو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نبوح لكل داء دواء عذر كستاهي داو ليه فإذا أصيب حدي الله له دواء الداء عذر كداو ذي سهدي الله له براء قفك وعافي ماذا بإذن الله عز وجل مرك قفك عافي مات كيس ويكوحر انترت إله إنه إدماء عذر كداود يسين تله لا واحد عكرتين هذا عافي مادين وحين كحر انتهى مركة إلهي يموت ما داود ونوح كم تها أسباب تشرع وقولنا فري إن رادينه شد أرزاق ده أنه رادينه إنه يا عذر هذو خد عن داود يسلو رادي وأنا من الأسباب من غف وينو داود راد سدو داود أسكري لكن غف كم فيلنا إنه عافي ماد وحين كحر انت إله إذن كيس adigoo daawadii cudurka iyadoo la halaalay ee qofku xalayay hadii uu san caafimaadin daawadu sabab ma ahamiya ee sabab waa tahay cudurkan daawadiisi ma ahamiya may way tahay waxa geey wax ka jira idinka ilaahay ma qarnaa laakiin hadii qofku isla helo cudurkiisa daawadiisa ilaahay idinkiisa duu isla helo qofku waa caafimaad. قال رحمه حدثنا هارون معروف أبو طاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بخير حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله عاد وحباض المقنع من خليل هذا ثم قال وحر لا أبرح كاتج مايو حتى تحتجم إلى أتستوبته كدغاق مايو فإني سمعت وحمق لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأي إن فيه حجامة شفاء عذربا وحاكو جرى داو توبينك داو أيالا يهلا عافمات وياي. قال رحمه حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم بن عمر بن قتادة قال جاءنا جابر بن عبد الله في أهلنا ورجل يشتكي نمبا وحو كعبنا خراجا به نبا وحو كعبنا كصباحيو أو جراحا أما دعوعيو. قال وحو ما تشتكي محاتك ما حنونك ومحوياي قال خراج بي وكصباحيو قد شق علي ونبا تفر بضن إيوهايا. فقال وحو يا غلام غلام بولاد وحو إيتني بحجان إيسو كحي من وحطابا. فقال له ننكي حنون صنابا جابر وحكير ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله وحجام كسيئ لي محوق بنا ننك وحجامك. قال أريد وحان ربا أن أعلق فيه ماشا كصباح إن أنصاره محجما وحان وحلوغ الطابع أما بكيري هالنقضة أما قيس الآث هالنقضة محجما لي هذا بل كانوا ماشي انت الودة جيوه يتنا ليك وصار لوقا يهدو لغا فجينا با محجم لير هذا مركا ماشا اسبا وحا رباه ويري انا محجم صارو وماشي لفتي كي ذا مسوا ميلك له الله أعلم. قال وحويري والله ننكي با وحويري ادوك توبين با شيك ايه والله إن الذباب دقسيغا لا يصيبني وإتابتا أو يصيبني ثوب مرضى إتابتا فيوديني لبو يوهايا وما تكيسي كرو دقسيكو مركو كركي يو كدهو وليس بو يوهايا هذه التوبين باكا شاكيني وحو يري فيوديني ويشوق علي لبو يوهايا فلما رأى مركو أركي جابر
تبرمه من ذلك توبنك إنه ننكان لبسنا مرق وارقي. قال وحر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم داوذينا خير الدي وحفي عن أي كجران ففي شرطة محجم توب دلا عنتيسا أي داو كجرتا أو شربة من عسل أما ملب عبد لعبو أو لذعة بالنار أو لذعة بالنار أما قبتان أو قفق الدبل قبو. قال رسول الله رسول الله عليه الصلاة والسلام وما أحب مجعلي أن أكتوي إن نسكب أنا مجعلي ورقا حديث وحي شيئا إن داود سد حدا الشيء إن يخجرته معنى ما هداو لن وإنت لك ما وضع لكن وإنت لك مهم سن ومحيه ملبك يتوبينك يقبتانك وصدح الشيء وأدوية ذا كمذا هو كو مهم سن كمذا مرك شرطة محجم حول جيدا مرك شيء أو محجم كمرك ماشى الوقا بعد أو دي فاسد كجرك وقصر الوقا سكين وحلا مذا لقته ولا دلاعيا دي جس فاسد ك بحيتان كجرك قبح وقفك عفمات بودريم أو حلا غيابة إن بدن أو قفك حنونك ودريمة أما وريرك ودريمة أما حمد ودريمة أما مذا حنونك ودريمة إنه دي جس فاسد ك وجرك يسكوجرا qofkii marka hadii uu qaato xanuun baabii haduu qaato qofkii xaga waa roonana laakiin sheegii keenay wali waa jooga ilaa waa muhaddi kaliya kanina aad qaadana xogaa uu ku dejinaa xanuunku ka baabiina laakiin sababti wali waa joogta dan bari buu soo laabana marka maxaa fiican hadii qof xajaam ah oo toobinka si fiican u yaqaan hadii la heli karo wax badan oo ka mid ah daawooyinkan la qaadana oo xanuun baabiyeyaashan oo dadku isku daldalayaan waa looga kaaftoomi lahaa qof si fiican u yaqaan hadii la heli karo laakiin asna waa inuu yaqaano farsamadaas ee qof walbaahi hawsha uma dhaqaaqi karo. Nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu wuxuu wamaa uxibu an aktawiya inaan isgubana ma jecli marka gubidda qofka la gubaahi cudur walbana ma ahaane waa cudurada qayb ka mid ahi waa daawo dabku waa daawo laakiin goormuu daawo yahay markii qofka wax kale ee daawo u noqon waayaa yacnii wa aakhiru addawaa daawada marka ugu dambeysa la isticmaalo inay dab noqoto inta ka horeyda wixii kale oo qofka lagula tacaali karo waa in lagula tacaalo waayahay. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حوى حدثنا محمد بن قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر ان ام سلمه استأذنت وحي إذن ويديستي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة إن لطوبه فأمر النبي نبي وحو أمر عليه الصلاة والسلام أبا طيبة أن يحجمها إن طوبه أي نبي أمر عليه الصلاة والسلام قال وحو يري جابر قال وحو يري حسبت وحن أمرينا أنه قال جابر يري كان أخاها من الرضاعة وحن أمرينا من كاس inuu ummu salama oo xagga nuugmada walaalkala ahaa oo maxram uu ahaa ee haweeneydan qofka toobayo inuu maxramkeeda noqdo qofka daaweynaa maxramkeeda hadii la heli karo laakiin hadii la waayo qof dumar oo daaweysana la waayo dhakhtarka lahaayaa nin keliya uu noqdo ee nafteeda ka muhiimsan waa loo geynaa waa markaas uu daruuray noqotay. wuxuu marka waxaan u malaynayaa inuu walaal la ahaa xagga nuugmada ow qulaaman ama wiil buu ahaa lam yaxtalim aan qaan gaarin labadaasun bay mid ahayd ee nabigu uma ogolaadeen calayhi salaatu wasalaam si kale uguma ogolaadeen hadoo bila towfiq sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa alihi wasaxbihi wasalam.